زيك ممكن اشوف دبلة فرحك؟ 20 جنيه؟ دي فلوسه؟ اه يا بابا ماشي. في حاجة؟ إيه؟ لا مفيش حاجة ماما اتفضلي، انا همشي بقى. باي. هاي ازيك؟ بابا جاب لي سلسلة تحفة من باري. باري؟ طب وريني كده، وريني بس. انت بتضحكي ليه؟ انت مش مصدقه انها من باري؟ اه انا عارفاها العتبه. اه اه عارفاها. سلام. منى وانا جايه لك الكوتشي بتاعه اتقطع، ممكن ستيف شو ستيف؟ طبعا خديها. اوكي يا قمر. ليه بتمشي لوحدها؟ كاميليا هاتي الصندوق. حاضر يا بابا حاضر. ايه ده؟ انت بتعملي ايه؟ لا مفيش يا بابا، اتفضل اتفضل. يعني انت معاك كل المجوهرات دي وجايب لماما دبلة فالصو؟ ماما ماما انا عايزه ميني عشان خاطري، عشان خاطري. شكرا. ايه ده؟ انا لقيت خاتم الماس جوه ميني، انا بايد غنيه. منى ممكن تسلفيني القلم الماركر بتاعك؟ شكرا. ليه بيكتب لوحده ولا ايه؟ ايه ده؟ ايه القلم ده وليه غالي كده؟ انا لازم اكتشف الحقيقه. ماما القلم ده ب100,000 جنيه. نعم يا اختي. اه صدقيني زي ما بقول لك، حتى شوفي كده. اعمل النهارده ملوخيه ولا بسله؟ ايه مالي؟ لا مفيش. بصي هقول لك لما اجي. يلا هاتي. باي. القلم ده خليني اعرف الواحد بيفكر في ايه دلوقتي. حلو قوي، ناخد بقى تسلى على ميدو شويه. ميدو بقول لك، ممكن تحط لي ده في المكتبه؟ البت سونيا وحشتني قوي. مالك؟ لا مفيش حاجة، بقولك هات خلاص. يا ترى بيتر بيحبني ولا لأ؟ أنا لازم أعرف. بيتر بقولك أنت بتحبيني ولا لأ؟ ثواني. إيه بص، فاضي امسك القلم ده. خنقتيني بقى. نعم. هو احنا راضيين بالهم والهم مش راضي بينا؟ اتفضل. سلام.